سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم بغيت نعمل لكم هاد الشكارات هادو اللي نتوما كتشوفوهم بطريقه سهله ومبسطه. شنو غنحتاجو؟ كيف العاده غنحتاجو هاد الخيط هذا اللي خصني نعمل ضروري خصني نعملو على أربعة. كنت نين خيط على جوج، ها نتوما كتشوفوه، كنت نين كنقطعو من لهنا وهادو كنحاول ندخلهم جوج في الابره. كاين الناس اللي كيقولوا لي شنو هما الارقام اللي كتستعمل في الابره. كاين كنخدم بالرقم 10 وكنخدم بالرقم 11 وكنخدم بالرقم 12، يعني ثلاثه ديال الارقام كنخدم بهم. كندخل الابره، ها نتوما شفتوا، وهذا هو الخيط على أربعة، كنعقدو وكيعطيوني الخيط على أربعة، يعني ساهله. كاين اللي يقول لي العينينه ديال الابره رقيقه بزاف، في الاول كتجبر صعوبه وفي الاخر صافي كتنس عليها. وانا كيف ما قلت لكم اللي تمشيو عند مول الجوهر شوفوا الرقم أربعة كيفاش يجيكم، و11 و12، واللي جاتكم مزيانه عملوها. وهذا هو الجاكر، انا عمل هاد الجاكر باللون موف كيف ما كتشوفوه. هاد اللون موف فيه الابي، يعني كيعطي اللون فحالو فحال الذهبي، لانني خدمت بالذهبي الابي وغنخدم حتى بالموف الابي، لان يعني بزاف ديال الاخوات كيقولوا لي شنو كتسمعني بالابي؟ الابي هو ما كيكونش لون عادي. دابا فمثلا انا باغيه الموف عادي في الامجبي، يعني كيعطيني الموف، يعني فيه الموف عادي. ملي كنقولوا عطيني الموف الابي كيعطيني الموف فيه اللون، يعني الابي دائما كتكون فيه اللون، اما سيبورات ابي يعني كيعطي فيه اللون، يعني دائما الحرف ابي يعني كيعطي اللون اما ذهبي او نقري. اما كتقول له عطيني ذهبي الابي او عطيني الحمر الابي، يعني كيعطي اللون. كنشوف دابا العرض ديال هاد الشكره هادي، ها انتما كتشوفوا مثلا عيجيني فيها ستة، انا غنزيد واحد باش يجيني شويه بومبي. غنمشي على حسب المربع، غنمشي نضرب اربعه ديال قناتي هما الوالا، واحد جوج ثلاثه هكذا، عاوتاني نجي للقنت اخر غيكونوا اربعه ديال قناتي. الطريقه اللي حد الان سهله، هو صراحه سهله. هي في الاول كيبقاو يقولوا لي البنات واش هذه عتعملنا هذه ما كتجيش مزونه، ولكن ملي كنساليو راه الطريقه ديالها كتجي سهله. دابا غنبداو في المنتصف، غنجيو ما بين ديك وحده وحده، غنجيو للمنتصف ديالها ونعملو. شوفوا دابا ملي عتبقى تخسروا نتوما المنتصف يقدر ما يجيكمش نفس العدد. دابا غنعمرو، غنعملو، غنعمرو الفراغات، غنعملو وحده من لهنا وحده من لهنا، وحده من الشمال وحده من اليمين، وحده من الشمال وحده من اليمين، حتى نعمرو الفراغ. ها انا غنجي من جهه اخرى عاوتاني نعمرو ونجي حتى نملا الفراغ، يعني املا الفراغ بما يناسب هادشي اللي غنعملو. دابا عاوتاني من جهه اخرى، ها انتما كتشوف، وهكذا كنعمل في كل جهه. يعني ملي كنعمل وحده في الوسط كنبقى نمشي كل مثلث كنبقى الشمال اليمين شمال اليمين حتى كيتعمر. وكيف ما قلت لكم دابا مثلا هاد الاخرانيه ما نقدرش نعمل فيها سبعه بحال اللي عملت في الوسط، عتجيني كبيره بزاف، يمكن نعمل غير سته. ها انا غنجي نعمر هادي، عاوتاني نعمرها، نعمل شمال اليمين شمال اليمين حتى تعمر. وهكذا غتمشيو بنفس الطريقه حتى تساليو جاكر كامل. كيف ما قلت لكم الطريقه سهله، يعني باقي خصكم غير شويه ديال التركيز، او خصكم شويه ديال التركيز، وان شاء الله تعجبكم. انا كنت عملتها في هادي عماين، البنات كانوا كيتعلموا عندي، ومؤخرا ماشي بزاف غير قبل هاد كورونا هادي. وكنت مشيت حنايا كيف ما كتعرفوا ساكنين في مدينه طنجه، عندنا عينق ديوت يعني معروف باللباس الغالي، معروف بالاناقه، وشفت موديلات بهاد الشكارات هادو وجليلبات، يعني عاديين هوادين، واحد الصا ديال الجكارات صغارين من لهنا ومن لهنا، والخدمه فيها رقيقه والجلابه يعني كتبع غاليه، يعني ما خصنيش عليها واحد باكيه ديال الجوهر
وعاملين هاد الثمن ديالها مرتفع بزاف. يعني حنايا الا بغينا كيف ما كنقولوا نعدلوا الحاجه بيدنا، الا كنا ما كنعرفوش الخياطه نحاولوا نتعلموا الطرس، الا ما كانش عندنا مع الطرس نحاولوا نعملوا التنباس. يعني اي حاجه بغينا نعرفوها راه نعرفوها، ما نعملوش السبه لا ما عنديش فلوس لا ما نقدرش على الجمعيه، راه بامكانك تتعلم فقط في اليوتيوب. والثمن بامكانك اليوم تشري المرمى، السيمانه اللي ما جات تشري الخيط، تشري 3 درهم ديال الجوهر تعمل به 4-5 ديال الدروس. يعني الا بغيتي عاد تعلم بلا ما تعمل السباب بالفلوس، لان حنايا الا بغينا نتعلموا شي حاجه غنتعلموها. وهكذا غنعمل الطريقه ديالها سهله، وانتم كتشوفوا على انسالي الجاكاره ديالي وبطريقه سهله ومبسطه. وكيف ما قلت لكم انا وعدتكم باش نعملكم الطريقه في هذا القفطان هذا، يعني جميع المراحل في هذا القفطان هذا. وعدتكم ان شاء الله غنوفي بالوعد ديالي، وكيف ما وعدتكم بانني غنشر هذا القفطان هذا زائد الرشمه ديالو غنعمله ان شاء الله في النهايه، ولكن ماشي هنايا، غنزلو في القناه الاخرى اللي هي الفنه الطنجاويه كنشارك فيها جميع الموديلات ديالي. يعني الا كنتي خياطه، الا كنتي طرازه، الا كنتي محب الاناقه او الحاجه التقليديه، يعني اي حاجه تقليديه فهي عجبك بزاف، دخل القناه ديالي عتجبر فيها جميع الموديلات. وها انا ساليت معكم طريقة سهله وبسيطه، وكنتمنى ما نكونش طولت عليكم ونكون شرحت لكم مزيان وما كنتش طلعتكم وفراسكم. هذه كنظن الاخرانيه، لان ملي كنعمل الاخرانيه كنحاول نشوف الفراغات باش ما تجيش جكره اخاويه، ونعوض بيدي باش الا كان شي فراغ نعمره قبل ما نسالي. كيف ما شفتوها انا ساليت، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. المهم انا نوريكم الشكل النهائي ديال هذا القفطان هذا. ها هي الجهه هذه مخدومه، وعملته حتى لتحت كيف ما كتشوفوا. باقي ما ساليتش القفطان، وان شاء الله كيف نساليه نشاركه معكم. كنتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو هذا مع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.